أي بأن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس هي زيارة سياسية بامتياز، وأن هذه الزيارة قد تم التخطيط لها منذ وقت طويل. وأنا كنت هنا في المغاربية ليلة الانقلاب، وكنت قلت منذ البداية بأن ما كان للرئيس قيس سعيد أن يأخذ قرار الانقلاب لولا وجود ضوء أخضر جزائري. واليوم كل مرة يتأكد أن الجزائر هي جزء من الانقلاب الذي يجري في تونس، وأن زيارة الرئيس قيس سعيد التي سبقها قرض مالي بقدر 300 مليون دولار هو أشبه ما يكون بالرشوة السياسية، وهو للأسف الشديد محاولة مرة أخرى لشراء ذمة تونس والإقحام بها أو الزج بها في محور يعادي المغرب ويؤكد حرب الجزائر الإقليمية ضد المغرب. أنا حزين جدا لأن الرئيس عبد المجيد تبون اختار أن يذهب بهذا الاتجاه وأن يمارس عملية رشوة القيادات التونسية غير الشرعية التي تواجه شرعية في الداخل، واختار أن يأخذ أيضا أموال الجزائريين بدون استشارتهم ويعطيها قبل أيام. أعطاها للموريتانيين 200 مليون دولار، ثم أعطى بعد ذلك للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي عباس 100 مليون دولار يدفعها على أجهزة الأمنية التنسيق مع الاحتلال، ثم الآن يعطي 300 مليون دولار للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يواجه أزمة شرعية في الداخل، لا سيما مع تصاعد المطالب بإعادة المسار الديمقراطي. أشعر الآن بأن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون الجزائر تدخل في هذا السياق، وهي محاولة لتكريس مشهد انقلابي في تونس، وهي محاولة لتصدير نموذج انقلابي جزائري حصل في تسعينات القرن الماضي إلى تونس ودعمه. وهو رسالة ليس فقط للتونسيين وللمغرب الأقصى في إطار صراع المحاور، وإنما هو أيضا رسالة إلى الغرب بأن الجزائر يمكنها أن تروض المشهد الديمقراطي في المنطقة العربية، ويمكنها أن تعيد الأمور إلى نصابها باستقدام أطراف سياسية موالية لفرنسا وللمغرب.